بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا سيريز البيسكس بتاعه الهيتوبيتك ستام سيل ترانسبلانتيشن، ودي احنا مقسمينهم على 3 اجزاء. يمكن الجزء الاول كان فيه عن البيسكس عامه بتاعه الترانسبلانتيشن وايه هي الانديكيشنز بتاعته، ده بيبقى من الحاجات المهمه قوي نبقى عارفينها بالنسبه للامتحان او كلينيكال براكتس. الجزء الثاني وده هيبقى المين بالك هنتكلم فيه عن الكومبليكيشنز اوف الالوجينيك اند اوتولوجس هيماتوبيتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، وده برضه حاجه من الحاجات المشهوره جدا في الامتحان. والجزء الثالث هنتكلم فيه عن الكار تي ثيرابي، ودي حاجه من الحاجات النيو ابديتس اللي المفروض نبقى عارفين البيسكس بتاعتها والمانجمنت اوف كومبليكيشنز بتاعتها، لان برضه دي حاجه من الحاجات اللي فريكوينتلي اسيد. يمكن زي ما قلت لكم الثلاث محاضرات دول هم يعتبر از انتروداكشن للترانسبلانتيشن ساينس. طبعا الترانسبلانتيشن حاجه من الحاجات اللي عماله تزيد قوي قوي في اليومين دول، الابلكيشنز بتاعتها والنيو ثيرابيز زي كار تي والاذر اميون سيل ثيرابي. فيعني ان شاء الله يبقى الثلاث محاضرات دول كمدخل كويس قوي لاي حد بيبراكتس الستم سيل ترانسبلانتيشن عشان عارفين البيسكس بتاعتها في الكلينيكال براكتس باذن الله. وانا حاولت اخلي الثري ليكتشرز دول حاجه كندنسد وكفرنج اول توبكس ان هيماتوبيتك ستم سيل ترانسبلانتيشن. الاول زي ما قلت لكم الجزء ده من المحاضره هيتكلم فيه عن البيسكس بتاعه الترانسبلانتيشن، هنتكلم فيه عن الترانسبلانت ايمونولوجي والبري ترانسبلانت اسسمنت، وهنتكلم عن تايبس اوف ترانسبلانتيشن سواء كانت اكوردنج تو السيل سورس او اكوردنج تو الدونر سورس نفسه. وبعد كده هنتكلم عن جزء مهم جدا هو الانديكيشنز اوف الهيماتوبيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، واخر حاجه هتبقى فيه 2 أو 3 سلايدز كده هنتكلم فيهم عن الهابلو ايدنتيكال ترانسبلانتيشن، ودي برضو حاجه من الحاجات النيو ابديتس وساعات كتير قوي بيتسال فيها اسئله. اولا بالنسبه للترانسبلانت ايمونولوجي، يمكن زي ما قلت لكم انا بحاول ان انا اجيب السورس نفسه او اجيب كل التوبكس بشكل يعني مبسط عشان خاطر نبقى فاهمين البيسكس بتاعتنا بشكل كويس قوي. فلازم احنا بنتكلم عن الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن نبقى فاهمين يعني ايه اصلا الكونسيبت بتاع ترانسبلانت ايمونولوجي، وايه هي الدونر سيلكشن ستابس اللي احنا بناخدها عشان خاطر اقدر اختار الدونر بشكل صحيح. اولا تعال نتكلم عن اتش ال اي مولكيولز، وده كلام قديم شويه من الميكروبيولوجي او الايمونولوجي نفسه. عارف ايه هي الاتش ال اي مولكيولز؟ احنا في عندنا تو تايبس من اتش ال اي مولكيولز، ودي الموجودين على كروموزوم نمبر 6. اوكي، يبقى الكروموزوم نمبر 6 هتلاقي فيها الاتش ال اي جينز، والاتش ال اي جينز دي بتكود فور بروتينز. البروتينز دي بتعتبر كانها ماركر على السيل سيرفيس، بيسموها ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. وليه بنقول ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس؟ ان في عندنا اذر جينز كود فور اذر بروتينز بيسموها ماينور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. يعني ايه هيستو كومباتيبلتي؟ هيستو يعني تشو، كومباتيبلتي معناها زي جاي من كومبيتيشن كده، او حاجه مميزه او حاجه زي صبغه او بصمه للتيشو نفسه. فده عباره عن بروتينز موجوده على السيل سيرفيس وتعتبر كانها بصمه او صبغه بصمه للسيل نفسها، وده اللي بيفرق السيلف فروم نون سيلف سيلز. يعني عشان تقول دي الخلايا بتاعت فلان الفلاني او دي الخلايا بتاعت فلان الفلاني، كل واحد بيحمل بصمه على سطح الخلايا، البصمه دي بتبقى كود فروم جينز اسمهم ال HLA جينز. طبعا غير ان هم بيشتغلوا كانهم بصمه عشان يفرق ما بين سيلف فروم نون سيلف، هنلاقي ان في عندنا اذر بروتينز بنستخدمها في البروسيس بتاعت الانتيجين برزنتيشن زي ما هنشوف دلوقتي كده. فهي عباره عن ايه؟ هي عباره عن زي ما قلت لكم ال HLA مولكيولز او HLA جينز. دي جينز موجوده على الكروموزوم نمبر 6 ومسؤول انها بتكود فور الميجر هيستو كومباتيبلتي بروتينز. الجين دي مقسمها الى تو كلاسز، كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 هم الجينز اتش ال اي اي وبي وسي، وكلاس 2 هم دي ار ودي بي ودي كيو. زي ما احنا شايفين ما همش موجودين بنفس الترتيب كده، يعني الاي وبعد كده السي وبعد كده بي، ده على حسب الاكتشاف بتاعهم. ونفس الكلام دي ار بي كيو ار، دي موجوده بنفس الترتيب من ناحيه ال other ends ومن ناحيه السنترومير. يعني ال A وال B وال C بيسموهم major histocompatibility complex class 1، وال P وال Q R او D P وال Q R بنقسمهم او دول مع بعض بقسمهم او بسميهم histocompatibility genes class 2. يعني ال A وال B وال C، ال D يعتبر class 2 وال A وال B وال C class 1. كل واحده فيهم ليه؟ لانها بتكود فور different proteins
مسؤول عن different functions. however في الاخر هم بيشير ان هم دول البصمه بتاعه الخليه المعينه. اولا تعالوا نتكلم عن HLA class 1 genes زي ما احنا شايفين موجودين كده قدامنا. خلاص دي موجوده فين؟ موجوده على ال all nucleated cells، يعني كل خلايا جسمنا موجوده على HLA class 1. ال RBCs موجوده على HLA molecules؟ لا، لان هي ما بيبقاش فيها nucleus، لكن موجوده على all other cells، يعني بيبقى فيهم even كمان platelets هتلاقي عليها HLA molecules. تمام. طيب ال HLA class 1 زي ما احنا شايفين كده هي عباره عن ايه؟ بتتكون من 2 types of proteins، الالفا والبيتا. الالفا طبعا موجوده في structure structure زي ما احنا شايفين كده، الفا 1 والفا 2 والفا 3، ده large protein ومرتبط فيه بيتا 2 microglobulin. اوكي. طب ودي وظيفتها ايه؟ انها بتبريزنت الانتراسيلر انتجين تو سي دي 8 لمفوسايتس، يعني بتاخد لو في مثلا الخليه دي بقت انفكتد بفيروس او حصل فيها كانسر او اي ابنورمال حصل جوه الخليه، بتيجي الابيتوبس بتاعت البروتينز دي بتبقى بريزنتد من خلال اتش ال اي كلاس 1 موليكيولز. فهي زي ما قلت لكم قيمه ال HLA molecules نفسها على السيل سيرفيس، مش بس ان هم بيشتغلوا كبصمه ان انا اميز سيل فروم نون سيل، السيل فروم نون سيل، لكن كمان بيبقى ليها دور في الاميونيتي زي ما احنا شايفين كده. ده بالنسبه لي ال HLA class 1 molecules. ال HLA class 2 molecules اللي هم ال DP و Q وال R، ودي بتكود فور بروتينز زي ما احنا شايفين كده، واخدين هذا الستراكشر برضه عباره عن ايه؟ عباره عن دايمر، هيتيرو دايمر، الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2، والاثنين زي ما احنا شايفين تقريبا مقاربين في السايز لبعض، لكن هنا كان في الفا 1 والفا 2 والفا 3 دومين، ده الالفا بروتين مرتبط فيه بيتا 2 مايكروجلوبين. بيتا 2 مايكروجلوبين دي اللي هنقيسها في حالات المايلوما او في حالات الليمفوما بتبقى انكريز طبعا، عشان خاطر دي ماركر لزياده في السيلز نفسها او الاميون سيلز بشكل اخص يعني. الكلاس 2 موليكيولز موجودين بس على الانتيجين بريزنتنج سيلز زي ايه؟ زي الماكروفاجز والبي لمفوسايتس والهيستيوسايتس او الدندريتك سيل. هم دول بيتلاقي عليهم ال HLA كلاس 2 موليكيولز. ودي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها بتبريزنت الانتيجين تو سي دي 4 لمفوسايتس، يعني بتاخد الانتيجينز بتاعه الاكسترا سيلر اورجانيزمز وتاخدها وتهضمها وتبريزنت على ال HLA كلاس 2 عشان خاطر تقدمها لل CD4 اللي هي T هيلبر لمفوسايتس. فالكلاس 2 انفولفد في البروسيس بتاعت الاكتيفيشن اوف T هيلبر اللي بدورها بعد كده بتعمل حاجه اسمها اكتيفيشن للبي لمفوسايتس عشان خاطر تطلع انتي باديز. اما الكلاس 1 بتقدم او بتبريزنت الانتجنز بتاعتها لل CD8 اللي هي CD سايتوكسيك سيلز عشان خاطر بعد كده تبدا تدمج هذه السيل لما تبقى virally infected cell او لو في عندنا intracellular bacteria. الجزء اللي بعد كده هنتكلم شورت كده ان شورت على موضوع ال HLA testing ازاي بتعمل وايه النومنكلتشر بتاعها. ال HLA testing في عندنا تو تكنيكس بنستخدمهم فور اتش ال اي تيستينج، في حاجه اسمها سيرولوجيكال تكنيك وحاجه اسمها موليكولار تكنيك. يمكن السيرولوجيكال تكنيك دي كانت التكنيك القديمه شويه اللي احنا بنستخدمها يوجوالي في السوليد اورجان ترانسبلانتيشن، لان زي ما قلت لكم احنا عشان خاطر نميز ما بين السيلف فروم نان سيلف عشان خاطر لما يجي يحصل اورجان ترانسبلانتيشن ما يحصلش اورجان ريجكشن. وبالتالي بالذات في السوليد اورجان اول ما بدا فهمنا للاتش ال اي موليكيولز كان بدا في الاورجان ترانسبلانتيشن زي الكيدني ترانسبلانتيشن، وكنا بنحاول نسيلكت انها تبقى اي بي او ماتشد، وفي نفس الوقت تبقى بنعمل سام سورت اوف هيستو كومباتيبلتي تيستنج اللي هو كان بيبقى السيرولوجيكال تيستنج. وبعد كده الامور تطورت بقى ان انا مش بس بعمل سيرولوجيكال تيستنج، طبعا السيرولوجيكال تيستنج فكرتها ان انا تعمل تيستنج للسيرفس موليكيولز اللي احنا زي ما قلت لهم سيرفس بروتينز نفسها عشان خاطر اشوف الصبغه بتاعتنا اللي هي او البصمه بتاعت الخليه. لكن لما بدات تتطور بقى في الموليكيولر تكنيكس نفسها والموليكيولر دايجنوستكس بقيت اقدر اوصل الى ان انا اوصل للتفاصيل بتاعت الجين نفسها اللي موجود، اقدر اعرف الابيتوبس مش بس الابيتوبس الموجوده على الخليه، لا كمان اقدر اوصل للستراكشر اوف ذا جين اللي موجوده على الكروموزوم نمبر 6 بتاعت ال HLA موليكيولز نفسها. فالسيرولوجيكال تكنيك كانت بتستخدم عشان خاطر بستخدم فيها الليمفوسايتس من خلال ان بستخدم بانل اوف انتي سيرا يعني انتي باديز. الانتي باديز دي دايركتد اجينست ديفرنت ابيتوبز او ديفرنت بروتينز من ال HLA موليكيولز اللي موجوده عشان خاطر اعرف ايه نوع ال HLA موليكيول، يعني هقربها مثلا فور اكزامبل ان واحد البصمه بتاعته من HLA جين بيكود فور HLA بروتين نوعه
A مثلا 22، في واحد تاني A 13، واحد تاني A 15. طبعا هي كومبينيشن ما بين الديفرنت بروتينز. فانا عندي الانتي بودي بتاع A 22، وعندي الانتي بودي بتاع A 15، وانتي بودي بتاع A 13، ديفرنت الابيتولز بتاعت الانتي بودز كلها. ابدا اخد الخليه بتاعته دي واحطها على الانتي سيرا بتاعت الانتي A اللي هي بقى من 1 لغايه 30 مثلا. ولو حصل كومبينيشن ما بين الاي 22 يبقى ده الشخص دوت عنده الاي ايبيتوب بتاعته بتاعت الاي 22، تمام. فهي فكره السيرولوجيكال تكنيك، انت بتديتكت السيل سيرفيس موليكيولز نفسها او سيل سيرفيس بروتينز باستخدام الانتي بادز. الموليكولر تكنيكس بقى هي دي دي ان اي بيزد، ان انا بعمل زي ما قلت لكم بروبر تايبنج، وفي عندنا ممكن تستخدم باستخدام البي سي ار او باستخدام النكست جنريشن سيكونسنج، والطريقه القديمه شويه انك بتستخدم البروب، بيبقى بروب عباره عن عليه ماركر، والماركر دوت يقدر يقول لك ويتش تايب اوف جين اللي موجود. فدي فكره، بس انت هي كلها في الاخر بي سي ار بيزد، لكن انت بتقدر توصل بيها للاستراكشر اوف ذا جين بتاعت ال اتش ال اي مولكيولز. يعني عندك اتش ال اي اي اقدر بقى اشوف تفاصيل الجين بتاعته. ومن هنا جت حد فكره بقى النومنكلتشر بتاعت الجينز، ان انا بقى اوصل للاستراكشر بتاع الجين بشكل النيوكليوتايد سيكونس بتاعنا، يعني بس مش مجرد الدي ان اي بارتكلز، لا بقيت اوصل للنيوكليوتايد سيكونس بتاعت الجين اللي انا اقدر اوصل له. فالنيوكليوتايد سيكونس ده المفروض بعد كده بيكود فور ام ار ان اي، وبعد كده بيكود فور بروتين، وفي الاخر انا بقدر اسمي البروتين ريليتد تو ذا جين. فمثلا فور اكزامبل هنا كده الاتش ال اي بي، الاتش ال اي بي ده اسم الجين اللي موجود عندي اللي هو بي جين. عارفين زي ما قلت لكم في عندي اتش ال اي اي جين، اتش ال اي بي جين، اتش ال اي سي جين، ودول كلهم تبع اتش ال اي كلاس 1. كلاس 2 بيبقى في عندنا اتش ال اي دي بي ودي ار ودي كيو. فكل واحد من دول بسميه الجين، وبعد الجين بقى بحط الرقم الاولاني دوت بيعبر عن الاليل نفسه. يعني ايه اليل؟ احنا كل جين فيه منه ديفرنت فورمز، كل فورم بسميها اليل. فمثلا انا عندي الجين اللي هو اتش ال اي بي هنا ده الاليل نمبر 08، في اليل تاني نمبر 05، في اليل تاني نمبر 06، فده بسميه الاليل نفسه. بعد الاليل بيجي بقى الجزء بتاعت الميوتيشنز الموجوده فيها، وببدا ارتب الميوتيشنز من حيث اهميتها. فاول حاجه خالص ببدا في الميوتيشنز اللي ليها اهميه كبيره قوي، بيسموها ميس سنس فيرنس او ميس سنس ميوتيشن، اللي لو حصل تغيير فيها هتغيرني من شكل البروتين ككل. وبعد كده حاجه اسمها السينونيمس فيرنت، اللي لو حصلت ميوتيشن الميوتيشن ديت بتؤدي او بتكود فور ذا سيم بروتين. وفي اخر حاجه بقى خالص نون كودنج فيرنت، ودي على مستوى النيوكليوتايد. امور صعبه شويه، تعالوا نسهلها تاني. اهم حاجه عندي اللي هو اسم الجين نفسه واسم الاليل نفسه، بعد كده في السب اليل انفورميشن هتبقى عارفها. اهم حاجه فيهم لغايه الجزء ده اللي هو عند المس سنس فاريانت، اللي زي ما قلت لكم لو حصل تغيير في الاستراكشر اوف ذا جين فيها هتغير لي شكل البروتين. اللي بعد كده دي كلها حاجات ما بتبقاش مهمه قوي، لانه التغيير فيها مش بتغير شكل البروتين. يعني مثلا عندي بروتين اللي هو A او B رقم 8 مثلا، البي رقم 8 دوت بيكود لي جين اللي هو اتش ال اي بي القليل رقم 8، بس جوه القليل رقم 8 دوت في من عندي ديفرنت بروتينز بتحمل نفس الرقم نفسه. هي دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على السب قليل او المس سنس فاريانت او المس سنس ميوتيشن. لو حصلت هذه الميوتيشن بتغير لي من شكل البروتين، هاويفر ان في الاخر بتكود فور ذا سيم انتي بادي اللي هو انتي اتش ال اي بي انتي بادي رقم 8. يعني سيرولوجيكالي ان الشخص ده هيدي لي بروتين رقم 8، لكن جيناتيكالي ان البروتين رقم 8 ده في منه ديفرنت سب تايبس. في عندك 01 او 02 او 03 او 04، كل واحده فيهم بيديك تشينج في الاستراكشر اوف ذا بروتين اتسلف. فده الفرق ما بين السيرولوجيكال انفورميشن وما بين المولكيولر انفورميشن اند نومنكلتشر اللي بتعتمد على المولكيولر ترانسبلانتيشن. يبقى اول حاجه تعرف اسم الجين، وبعد كده اسم الاليل، وبعد كده اسم الفيرانت اللي بيحصل فيه ميسنس فيرانت. وهم دول اهم ثلاث ارقام تعرفهم في النومنكلتشر بتاعه الاتش ال اي تيستنج، وده اللي بتشوف يوجوالي في الريزلتس بتاعه الاتش ال اي تيستنج. دي الديفرنت زي ما قلت لكم تكنيكس اللي بستخدمها فور اتش ال اي تايبنج. في عندنا ده السيرولوجيكال تايبنج، اجين ده بيبقى بانل اهوت مليان انتي بوديز من انتي اي 1 واي 2 واي 3 واي 4 واي 5 لغايه 23 مثلا او 30، وبعد كده بتلاقي انتي بي 1 2 3 4 5 لغايه 30، وبعد كده انتي سي وهكذا. كل واحد فيهم بيديتكت سبيسيفيك ايبيتوب موجود على السيل سيرفيس، ولما يحصل بايننج اوف سبيسيفيك انتي بودي مع السبيسيفيك
انتيجين الموجود عنده اللي هو مثلا هنا العيان ده كان اتش ال اي بي 27، هتلاقي ان بي 27 لوكس اللي موجوده على الشاب ديت هتبدا تديك ريزلت وتبدا تديك يبقى الشخص ده اتش ال اي بي 27. يبقى ده سيرولوجيكال تكنيك باستخدام الانتي باديز اللي انت بتشوفها. وفي الاخر بعد كده بحطها على مايكروشيب، المايكروشيب دي زي ما قلت لكم مليانه ديفرنت بانل من انتي سيرا، لما بلاقي فيها جزء معين حصل فيه ديتكشن يبقى الشخص دوت عنده الانتي بادي سبيسيفيك انتي بادي فور ذيس نمبر. وفي الاخر من هنا اقدر اعرف مثلا الشخص دوت اتش ال اي مثلا اي 15 بي 27 سي 13 وهكذا. اوكي، لكن الموليكولر تكنيكس بقى زي ما قلت لكم انت بتبدا توصل للديتيلز بتاعه الجين نفسها. وطبعا لان كل واحد فينا عندنا عنده تو كوبيز اوف ذا جين، واحده باترنال وواحده ماترنال، فانت بتقدر توصل التفاصيل الجين او الوصاي بتاعه الباترنال لوكس والماترنال لوكس بتاعه الجين نفسه. ودي ديفرنت تكنيكس زي ما قلت لكم ممكن تستخدم باستخدام اوليجونيوكليوتايد او باستخدام سبيسيفيك برايمرز او باستخدام السيكونس بيزنج بقى اللي هي البي سي ار او الموست ابديتد ميثود اللي هي الان جي اس، ان انا بعد اوصل للسيكونس بتاعت الجينز نفسها من خلال النيوكليوتايدز وبعد كده بدخلها على الكمبيوتر، الكمبيوتر ده يقرا لي السيكونس بتاعي عباره عن ايه. ده بالنسبه للجزء الاولاني اللي اتكلمنا فيه عن البيسكس اوف اميونو ترانسبلانتيشن او اميونو هيماتولوجي في ترانسبلانتيشن. يبقى جين بشكل سريع احنا اتكلمنا فيها عن اهم حاجه بعرف ايه هي الاتش ال اي مولكيولز موجوده على الكروموزوم نمبر 6. في عندنا اتش ال اي كلاس 1 اتش ال اي كلاس 2، الفرق ما بينهم ايه؟ ان اتش ال اي كلاس 1 دي موجوده ان اول نيوكليت سيلز، اتش ال كلاس 2 موجوده بس على انجيو بريزنتنج سيلز زي البينوفوسايتس والماكروفاجز والدندريتك سيل. اتش ال اي كلاس 1 بتبريزنت الانتيجنز، بيبقى لازم يبقى انترا سيلر انتيجن موجود جوه الخليه نفسها على الكلاس 1 عشان خاطر تقدمه الى سي دي 8 سيلز اللي هي السيتوكسيك سيل عشان خاطر تموت هذه الخليه. اتش ال اي كلاس 2 بتبريزنت يوجوالي اكسترا سيلر انتيجن زي البكتيريا اللي موجوده في الدم، وتاخده عشان خاطر تبريزنت على اتش ال اي كلاس 2 عشان تقدمه الى سي دي 4 اللي هي تي هيلبر عشان تاكتيفيت بعد كده انتي بادي فورميشن. اوكي، في الاول وفي الاخر الاثنين بيكود فور سبيسيفيك بروتينز، سبيسيفيك بروتينز دي تمثل البصمه اللي على الخليه عشان خاطر تو ديفرنشيت بين سيلف اند نون سيلف. التستنج بتاعه الاتش ال اي في عندنا سيرولوجيكال تكنيكس وزي ما قلت لكم دي رف تكنيك ونستخدمها زمان في سيرو اورجن ترانسبلانتيشن، اما الموست ابديت هي الموليكولر تكنيكس طبعا. وطبعا الموليكولر تكنيكس في منها ديفرنت دبث عشان خاطر تقدر توصل لسبيسيفيك ستراكشر اوف ذا جين. يوجوالي احنا بنستخدم يعني الموجوده في اغلب المعامل اللي هي الاورجنوكليتايد او برايمر بيز تكنيكس عشان خاطر اقدر اوصل للاتش ال اي تايب واللوكس بتاعته والسب لوكس او اللي هي بيسموها الميسنس فرانس. دي اهم انفورميشن دايما بتشوفها في اغلب التست. طبعا في حاجات بتستخدم فيها مور ادفانس تكنيكس زي في الناس اللي هم بيستعملوا نون ريليتيف ترانسبلانتيشن، عايز مثلا اتش ال اي ماتشد فروم نون سيبلينج. يوجوالي في لما تحتاج الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن فروم نون ريليتيف، فا انا كده ساعتها محتاج اعرف مور ديتيلز عن اتش ال ام والكيوز عشان خاطر بقدر الامكان تو افويد الديسباريتي بتوين الدونر اند ريسيبيانت، وبالتالي اقل ريسك فور جي في اتش دي. بعد ما اتكلمنا عن البيسكس بتاعت الاميون وهيماتولوجي هنتكلم بعد كده عن البري ترانسبلانت اسسمنت. يوجوالي العيان قبل ما تحطه في البروجرام بتاع الترانسبلانتيشن او سؤال لازم تعرفه، هل العيان ده ترانسبلانت كانديديت ولا لا؟ يعني ينفع ازرع له ولا لا؟ طيب انا باسس بناء على ايه؟ طبعا بناء على حاجات متعلقه بالهيستوري، حاجات متعلقه بالانفستيجيشنز بتاعت العيان دوت من خلال حاجه اسمها مهمه جدا اسمها كوموربيديتي اندكس عشان خاطر تقدر تبريدكت العيان دوت هل ده كانديديت فور ترانسبلانتيشن ولا لا. الكلام ده بينطبق على الاوتولوجس ترانسبلانتيشن وبينطبق على الالوجينيك ترانسبلانتيشن، بمعنى ان لو العيان ده مثلا عنده سيفير اورجان فيلير هيبقى بريكلود او يمنع او يعوق عمليه الترانسبلانتيشن. يبقى انا عارف ان عنده لو انت زرعته هيبقى الاوتكم اوف ترانسبلانتيشن بتاعته هيبقى فيري بور، فلا الشخص ده ما هيتحطش في برنامج ترانسبلانتيشن. لكن لو الشخص دوت عنده الجنرال كونديشن بتاعته كويسه، البرفورمانس بتاعته كويسه، الاورجن فانكشن بتاعته تسمح لي ان هو يتحط في بروجرام ترانسبلانتيشن، هيبقى ساعتها ابدا احطه. فدي حاجات مهمه جدا فور اسسمنت اوف ذا بيشنت، ده جزء مهم جدا من الفاليو بتاعت البري ترانسبلانت اسسمنت. الحاجه الثانيه اسسمنت اوف ذا ديزيز نفسه، نعرف الديزيز ستاتس بفور ترانسبلانتيشن. يوجوال انت بتيجي تزرع عيان لازم تزرع يوجوال ان سي ار، ما ينفعش ازرع عيان وهو لسه ستيل عنده ريزيدوال ديزيز عشان خاطر دوت هيؤدي الى وورس او كم يزود الريسك اوف ريلابس افتر ترانسبلانتيشن. فبعمل اسسمنت اوف ذا بيشنت كونديشن واسسمنت اوف ذا ديزيز
وكمان من ضمن البري ترانسبلانت اسسمنت بقى انت تستخدمه اسسمنت اوف ذا دونر عشان خاطر دونر سيلكشن. ده مش هينطبق قوي في الاوتولوجس ترانسبلانتيشن لكن هتشوفه اكتر في الالوجينيك ترانسبلانتيشن زي ما هنشوف كمان شويه. واحد من التولز مهم قوي زي ما قلت لكم فور بري ترانسبلانت اسسمنت اللي هو الاتش تي سي اي او الكوموربيديتي اندكس، وده حاجه من الحاجات اللي مش فيهاش كتير في البراكتس لكن هي من الحاجات المهمه جدا انها تحطها بيفور ترانسبلانتيشن. وباي ذا واي اللي عامله واحد مصري اسمه دكتور محمد سرور، وهتلاقي تقريبا اغلب الريفيو ارتكلز او اغلب الكلام كله بعد كده هتلاقي دايما سرور اتال سرور اتال، ده الدكتور محمد سرور اللي هو عامل اتش تي كوموربيديتي اندكس اللي بيحب يحطه بري ترانسبلانت. زي ما انت شايف ال HCT comorbidity index بيحط طبعا different disorders على مستوى different body systems وبيحط في كل واحدة score، وفي الاخر بتجمع السكور بتاعت العيان دوت عشان خاطر لو السكور بتاع العيان دوت 5 او اكتر يبقى العيان دوت متوقع ان يحصل له high risk for non-relapse mortality، يعني العيان ده هيموت من مشاكل الزرع مش هيموت من المرض نفسه او من الريلابس بتاعت الديزيز نفسه. فيبقى لا، لو انت عندك HTCI اعلى من 5 يبقى يوجوالي تو افويد ترانسبلانتيشن ان سوتش بيشنت، لان الشخص ده هيبقى نو ترانسبلانت كانديديت. من ضمن الورك اب زي ما انتم شايفين كده الحاجات اللي بنعملها، بنعمل حاجات ايمجينج على مستوى القلب زي الاي سي جي والايكو، بشوف البرمري فانكشن تيست، بشوف الليفر فانكشن والكيدني فانكشن، وبعمل السكريننج للانفكشن. يمكن السلايد دي زي ما قلت لكم هي ميزتها ان انا مجمع تقريبا اغلب الورك اب في البري ترانسبلانت بيشنت، في حاجات متعلقه باللابس وحاجات متعلقه بالامجنج وحاجات متعلقه بالفيرولوجي سكرين، وزي ما قلت لكم اسسمنت اوف ذا ديزيز اتسلف، يبقى اسسمنت اوف ذا بيشنت واسسمنت اوف ذا ديزيز. اسسمنت اوف ذا بيشنت من خلال طبعا انك بتشوف الجنرال كونديشنز بتاعته، وبطلب له حاجات متعلقه باللاب سي بي سي ليفر فانكشن كيدني فانكشن الكواجريشن بروفايل، لو واحده فيميل اعملها البريجنس تيست في التشايلد بين بيريود، ده بالنسبه لللابس. الفيرولوجي سكين دي حاجه من الحاجات المهمه قوي انك بتعملها بيفور ترانسبلانتيشن لانها بتفرق في الاوتكم بتاع الترانسبلانتيشن بتاعتك زي هيباتيتس بي وهيباتيتس سي الاتش اي في السي ام في، وفي حاجات ادد او اوبشن انك تعملها زي الابشتاين بار والهربس سيمبلكس فيروس والتوكسوبلاسموس. الايمجنج بتعمله عشان خاطر برضه اسيس جين كونديشن اوف ذا بيشنت، روتينلي بعمل تشيست اكس راي، بعمل اي سي جي، وبعمل ايكو هارت. بعد كده الحاجات الثانيه دي اسسمنت اوف ذا ديزيز نفسها طبعا على حسب الديزيز، بنتكلم مثلا في مالجنت ديس اوردر ولا نون مالجنت ديس اوردر. في المالجنت ديس اوردر بنتكلم عن الليمفوما وعلى اللوكيميا. طبعا من ضمن الحاجات الورك اب الروتين اللي بتعمل فور اسسمنت اوف ذا ديزيز انك تعمل ايمجنج تكنيك، تعمل بون مارو اكزامينشن. ممكن طبعا لو العين ده عنده نون هيماتولوجيك ديزيز زي الفانكوني انيميا فور اكزامبل، بعمل كروموزومال بريكج ستادي ولي وللدونر نفسه، لان يوجوالي الدونر لو هو ريلاتيف ممكن يكون عنده السيم ديس اوردر. فدي حاجات زي ما قلت لكم روتينلي كده بتتعمل، احنا المفروض بتعملها كده حاجات لاب تيست تو اسيس الاورجان فانكشن ولاب تيست تو اسيس الانفكشس ديز، وبعد كده بعمل ايميجنج تو اسيس البيشنت نفسه واذر لاب تيست فور اسيسمنت اوف ذا ديز. بعد الانترودكشن اتكلمت فيها دي اتكلمنا فيها عن الترانسبلانت ايمونولوجي، وبعد كده اتكلمنا عن البري ترانسبلانت ورك اب اند اسسمنت، اتكلم بعد كده عن ديفرنت تايبس اوف ترانسبلانتيشن. واكشوالي عندنا ديفرنت سكيم من التايبس او كلاسيفيكيشن اوف ترانسبلانتيشن، ممكن اقسمها على حسب الموداليتي نفسها الى اوتولوجس والوجينيك وسنجينيك، او ممكن اقسمها على حسب الدونر سورس، هل هو دوت يعني لو الوجينيك يبقى ماتشد ريليتد ولا ماتشد ان ريليتد، هابلو ايدنتيكال ولا امبيريكال كورد، ولا على حسب الستيم سيل سورس نفسها هل دي من بريفر بلود ولا من البون مارو، ولا على حسب بريباراتيف ريجيمن هل هي مايلو ابليتيف ولا نون مايلو ابليتيف. فكل دي تكنيكس اوف كلاسيفيكيشن اوف هيماتوبيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن هنتكلم فيها ان ديتيلز. ممكن اقسمها على حسب موداليتي، ممكن اقسمها على حسب الدونر سورس، مقتسمه على حسب السورس اوف هيماتوبويتيك ستيم سيل، و اخيرا ممكن اقسمها على حسب الكونديشننج ريجيمين اللي احنا بنستخدمه. اولا هتكلم عن الترانسبلانتيشن اكوردنج تو الموداليتي. احنا في عندنا 3 مين تايبس من الترانسبلانتيشن، اهم اثنين هما الاوتولوجس والالوجينيك، وكان في كمان كونسبت اسمه سينجينيك ترانسبلانتيشن. يعني ايه كل واحده فيهم؟ الاوتولوجس معناها اوتو يعني ذاتي، يعني بنسميه الزرع الذاتي، وده الفكره فيها ايه؟ ان انا باخد البيشنت اون ستيم سيلز وترانسبلانت تو ذا سيم بيشنت نفسه، يعني انا باخد من العيان الخلايا
الجذعيه بتاعته او الستيم سيلز بتاعته، وبعد كده بعمل لها ري انفيوجن، وده بتستخدمه يوجوالي في المالجنانت ديس اوردرز زي الليمفوما زي المايلوم. الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن لا، ده هنا بجيب بقى ديفرنت ستيم سيلز فروم دونر. الدونر ده زي ما هنشوف دلوقتي ممكن يكون ريلاتيف دونر وممكن يكون نون ريلاتيف دونر. الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن هو ده اللي بيحتاج، زي ما قلت لكم ان لازم يبقى في عندي تطابق ما بين الدونر وبين الريسيفمنت على مستوى اتش ال اي مولكيولز، عشان كده هو ده المهم قوي ان احنا نعمله طبعا اتش ال اي تيستنج عشان خاطر اشوف ماتشد ولا مس ماتشد دونر. اخر حاجه خالص السنجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، وده بيحصل اللي هو ترانسبلانتيشن بتوين ايدنتيكال توان. احنا طبعا عارفين الايدنتيكال توانز هي ميزته ان هو نون سيلف، هو نون سيلف لكنهم بيحملوا نفس الاتش ال اي ستراكشرز بتاعت المولكيولز بتاعتهم. يعني الشخص اللي هما الاثنين التوائم دول هما ايدنتيكال توينز اللي هما اخوات التوائم، بتلاقي ذا سيم جينز بتاعت الخلايا، او بتلاقي بالتالي ذا سيم اتش ال اي مولكيولز واتش ال اي بروتينز موجوده. فدي ممكن يبقى ليها some benefit from non-malignant disease، لكن ما ينفعش استخدمها في transplantation from non-self في malignant disorders، عشان خاطر بيعتمد على concept مهم جدا اسمه ال graft versus leukemia effect. احنا بناء على كده في عندنا two concepts مهمين، حاجة اسمها graft versus host disease و graft versus leukemia effect. يعني ايه التو كونسبتس دول؟ التو كونسبتس دول ما بنشوفهمش في الاوتولوجس ترانسبلانتيشن، لكن بنشوفهم في الالوجينيك ترانسبلانتيشن. تمام؟ يعني الاوتولوجس ما فيش فيه جرافت فيرسس هوست ولا جرافت فيرسس لوكيميا، لانه الفكره نفسها انت بتاخد ذا بيشنت اون سيلز وبتحقنها فيه مره ثانيه، فما فيش تشينج بتوين البصمه الموجوده على الستيم سيلز اللي انت نقلتها له وما بين البصمه الموجوده على خلايا جسمه او خلايا الديزيز اللي هي الليمفوما او اللوكيميا الموجوده عنده. عشان كده في حالات الاوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن ما فيش فيها حاجه اسمها جرافت فيرسس هوست، ما فيش في حاجه اسمها جرافت فيرسس لوكيميا، لكن بنشوف الكونسبت ده في الالوجينيك ترانسبلانتيشن. اوكي، وبرده مش هتشوفه في السنجينيك ترانسبلانتيشن. يعني السنجينيك لانه التوائم اللي موجوده هو تقريبا الخلايا بتاخد نفس البصمه بتاعه الدونر بتاعه الريسيبيانت، وبالتالي مش هتلاقي فيها جرافت فيرسس هوست ولا جرافت فيرسس لوكيميا. طب يعني ايه كلمه جرافت فيرسس هوست وجرافت فيرسس لوكيميا؟ جرافت نقصد بيها الحاجه اللي انت زرعتها او انت الخلايا اللي انت جبتها عشان خاطر تزرعها، هو ده بيسموه جرافت. فيرسس هوست اللي هو الشخص نفسه اللي هو ريسيبيانت. فجرافت فيرسس هوست ديز معناها انه ايه؟ معناها انه الدونر سيلز اللي انت اخذتها في ما منها اختلاف وما بين الريسيبيانت سيلز اللي موجوده على مستوى الاتش ال ام والكيوتس. وهنا القصه دي بتشوفها في الهيماتوبيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، ما بتشوفهاش في السوليد اورجان ترانسبلانتيشن. ليه؟ لان انت في الهيماتوبيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن انت بتنقل اصلا الخلايا بتاعه الاميونيتي، بتنقل الستيم سيل اللي هي بعد كده هيبقى السورس للبي سيل والتي سيل، فانت كانه بتنقل له اميون سيستم جديد عليه. فالاميون سيستم الجديد عليه دوت كان ديتكت السيل سيرفيس مولكيولز بتاعت الشخص نفسه، بتاعت خلايا جسمه، خلايا القلب، خلايا الكبد، خلايا السكن از نون سيلف، ويبدا يهاجمها. هو ده اللي بيسميه جرافت فيرسس هوست ديزيز. معناها ان نيو ترانسبلانتد ستيم سيلز بتكود فور او بعد كده تتحول الى اميون سيلز. هذه الاميون سيلز كان ديتكت التيشو ديفرنس او الديفرنسز بتوين الاتش ال ام كيوز اللي موجوده على الستيم سيلز اللي انت زرعتها له والاتش ال ام كيوز اللي موجوده على الهوست نفسه اللي هو الريسيبيانت هيماتوبيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن ريسيبيانت، وتقدر تكون ضده اميونيتي سواء كانت بقى بي سيل او تي سيل ميديت اميونيتي. فبيحصل لي حاجه اسمها جرافت فيرسس هوست ديزيز، ودي اللي ممكن تعملي اكيوت جي في اتش دي او كرونيك جي في اتش دي على حسب التايب اوف سيلز اللي عملت او الميكانيزم اوف الاميون سيستم الاكتيفيتد اجينست السيل اورجانس نفسها. اوكي، فده الكونسبت بتاع جرافت فيرسس هوست ديزيز. امال ايه الكونسبت بتاع جرافت فيرسس لوكيميا افكت؟ برضه بنفس الفكره، انت نقلت اميون سيستم جديد، فالاميون سيستم الجديد ده مش بس يقدر يديتكت السيلف فروم نون سيلف، لكن كمان يقدر يديتكت الكانسر سيلز اللي موجوده عند الشخص دوت. طبعا احنا بنعمله لانه هو انت بالكيموثيرابي لوحده مستحيل تقضي بنسبه 100% على كل الخلايا الكانسر، اللي هو بيسميه بعد كده اسمها الديب موليكولار ريسبونس. يعني ما بيحصلش يوجوالي افتر كيموثيرابي، عشان كده انت بتستخدم موداليتي. الموداليتي دي تقدر تقضي لك على خلايا الكانسر نفسها وتبقى سستينت. هو ده اللي بنستخدمه في الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، انا بستخدم الاميون سيستم عشان خاطر تو كيل الكانسر سيلز اللي هي حصل لها هيتطور في اي وقت.
فالجرافت فيرسس لوكيميا معناها ترانسبلانتد اميون سيل كان ديتكت كانسر سيل وتقدر تقتلها او تقدر تديفلوب اميونيتي اجينست الكانسر سيل دي. عشان كده ترانسبلانتيشن ساينس بشكل عام او بفكره اكبر بقى هو ميثود اوف اميون ثيرابي بالذات في الالوجينيك سبسيل ترانسبلانتيشن. انا بستخدم نيو اميون سيستم تو اتاك الكانسر اللي موجود عند الشخص ده. وعشان كده دي هتشوفها في الالوجينيك سبسيل ترانسبلانتيشن مش هتشوفها في الاوتولوجس ترانسبلانتيشن لان هو ذا سيم اميون سيستم بتاعت الدونر ونفسه السيم بتاعت السيم نفسه والشخص نفسه. لكن الصوره دي هتشوفها بس في الالوجينيك سبسيل ترانسبلانتيشن اللي هتلاقي فيها جرافت فيرسس لوكيميا افكت ودي حاجه بينيفيشن انا محتاجها والجرافت فيرسس هوست ديزيز ودي حاجه احنا مش عايزينها. اللعب كله بقى ازاي انا ماكسمايز البينفيتس بتاعتي ان انا احسن من الجرافت فيرسس لوكيميا افكت واقلل السايد افكتس بتاعتي اقلل الجي في اتش دي. وده هيبقى بعد كده الكونسبت اللي نشا عليه صوره من صور الكونديشن ريجيمز اللي بيسموها بريك او ريديوسد انتنسيتي ريجيمين هنتكلم عنها كمان شويه. فالاول كده اتكلمنا عن التايبس اوف ترانسبلانتيشن اوتولوجس الوجينيك سينجينيك. يمكن الوجينيك الوحيده اللي بتشوف فيها التو كونسبتس دول هما جرافت فيرسس هوست ديزيز جرافت فيرسس لوكيميا ايفكت. طيب لو عملت كلاسيفيكيشن للترانسبلانتيشن اكورد تو ذا دونر سورس احنا قلنا اوتولوجس والوجينيك والوجينيك في منه كذا سورس ممكن نشوفهم. ممكن طبعا الموست كومن هو الماتش ريليتد دونر ودي حتى الان يعني هي دي الموست كومن عندنا في مصر. ماتش ريليتد دونر من اسمها ماتش يعني في اتش ال اي ماتشنج ما بين الدونر والريسيبيانت لازم يبقى في تكافؤ. طب اتش ال اي ماتشنج على مستوى انهي ليفل اوف جينز او انهي ليفل من الاتش ال ام والكيوز يوجوالي احنا بنعملها دايما الاتش ال اي وبي والسي والدي ار هم دول اهم جينز احنا عايزين يبقى في بينهم توافق خلاص. وبما ان كل واحد عنده تو كابز واحده بترنال واحده ماترنال فعندي تو جينز من اتش ال اي اي وتو جينز من اتش ال اي بي وتو جينز من اتش ال اي سي وتو جينز من الاتش ال اي دي ار. لو جمعناهم بعضهم 2 و2 و2 يبقوا 8 يبقى 2 و2 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 يبقوا 8 يبقى في الاخر انا عايز حاجه اسمها 8 باي 8 ماتشنج. وده الموست امبورتنت او موست كومن في الناس اللي هم اتش ال اي ريليتد دونر. ريليتد يعني من الاقارب الدرجه الاولى يوجوالي بيبقى سيبلينج عشان كده بيسموه حتى ماتشد سيبلينج دونر يعني واحد من الاخوات ممكن يكون اخوات دول ولاد او اخوات بنات مفيش مشكله خالص بس اهم حاجه يبقى في عندنا ماتشنج. والماتشنج كان في كلام على 6 باي 6 اللي هم اتش ال اي اي والبي والدي ار او 8 باي 8 اللي هم اتش ال اي اي وبي وسي ودي ار. يفضل طبعا يبقى اتش ال اي الماتشنج 8 باي 8 عشان خاطر تضمن انه تقلل ريسك فور الجي في اتش دي ريليتد تو ترانسبلانتيشن وكرافت فيلير اللي ممكن يحصل. السكند اوبشن لو مثلا لو ان الشخص ما عندوش ماتش ريليتد دور يعني ما عندوش حد من الاخوات متطابق معاه بشكل كافي ساعتها بدور بقى في البومر ريجسترز على ماتشد ان ريليتد دونر. البومر ريجستريز ده ان بره هم هناك عندهم زي ما في بنوك دم كده في بنوك الستام سيل يعني واحد رايح بره بالستام سيلز بتاعته خلاص. فمن ضمن البريكوشنز اللي هم يعني بياخدوها ان الشخص المتبرع دوت لازم اعمل له فول اتش ال اي تيستينج. اهم حاجه هنا في العين هم الماتشد ان ريليتد اتليست انه الماتشنج يبقى 8 باي 8 يوجوالي يفضل يبقى 10 على 10 10 اوفر 10 اللي هم اتش ال اي اي والبي والسي والدي ار والدي كيو هم دول اللي احنا محتاجينهم دايما. بس ما فرقش كتير قوي 8 باي 8 عن 10 باي 10 ولازم يكون هاي ريزوليوشن تكنيك يعني مش مجرد بس اللي هي اوليجونوكليوتايد بيزد تيستينج لا انت محتاج بقى يبقى عندك الفيرست اللي هو الاليل والسب اليل والابنورمال فرانت يبقى محتاج هاي ريزوليوشن تكنيك فور تيستينج ما ينفعش بس سيرولوجيكال تيستينج فور تايبنج لما تحتاج تدور على ماتشد انريليتد دونر. يبقى كده ماتشد ريليتد وماتشد انريليتد. في حاجه بقى اسمها مس ماتش دونر ويمكن دي مش بنستخدمها كتير قوي ما بنشوفهاش اصلا وحتى ايفن حتى الماتش انريليتد دونر عندنا في مصر مش موجوده لانه انت ما عندكش اصلا بومر ريجسترز موجوده في مصر وعشان خاطر تجيب من بومر ريجستر وورلد وايد هتبقى فيري هايلي كوستلي بروسيس. يعني المس ماتش دونر انت ممكن بقى لو انت مش ماقي ماتش ريليتد ولا ملاقي ماتش انريليتد ممكن تدور بقى في الريسيبينتس او في الموجودين كده في الاقارب يوجوالي يبقى سيبلينج وتستخدم ممكن يبقى 6 على 8 ماتشنج ما يبقاش 8 على 8 يبقى لزان 8 على 8 ويسموها
مس ماتشد دونرز. خلاص ممكن يبقى مس ماتشد ريليتد او مس ماتشد ان ريليتد، بس يعني زي ما قلت لكم ده يوجوالي السورس ده حتى بدا قوي 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 قل الاستخدام بتاعه. فالموست كومن سورس هو الماتشد ريليتد، يليها لو انت مش لاقي بدور بقى في الحاجات الثانيه زي الدون ريجسترز على ماتشد ان ريليتد. في كمان انذر اوبشنز، في لو انت مش لاقي ماتشد ريليتد دونر هو الامبيريكال كورد والهابرو ايدنتيكال. يمكن كنا بنستخدمه هيستوريكال، يعني اللي كان المور كومن هو الامبيريكال كورد سورس. وده فكرته ايه؟ فكرته انك بتشوف البيبي وهو بيتولد، طبعا بيبقى في عنده امبيريكال كورد. الامبيريكال كورد ده بيبقى ريتش ان ستيم سيلز. خلاص انت بتاخد الستيم سيلز دي الموجوده في الامبيريكال كورد وبتبدا تجمعها. ميزتها عن الادلت ستيم سيلز ان الامبيريكال كورد بتاعت الفيتال او فيتال ستيم سيلز بتبقى بلوري بوتنت، يعني عندها القدره الاكتر على التنوع عن الادلت ستيم سيلز اللي موجوده، وده بيخليها دايما ليس اميونوجينيك. يعني فكره انه الخلايا نفسها عندها القدره انها تتغير بسريع قوي وتبقى ليس ستراكت في الامنيوجينيستي بتاعتها غير الادلت ستيم سيل، ده بيديك مساحه انك ممكن تستخدم سام سورت اوف ليس ماتشد اتش ال اي. يعني انا ممكن اقدر اتليست 4 على 6، خلي بالك احنا بنتكلم على 8 على 8، احنا بنتكلم زي ما قلت لكم 6 على 6 او 8 على 8. هنا الماتشنج ديجري اوف ماتشنج ممكن ابليكابل حتى لو انت خدت 4 باي 6 ماتشنج على مستوى الاتش ال اي والبي والدي ار بي 1. اوكي طبعا يعني لو 6 على 6 يبقى افضل، لكن ممكن كمان تستخدمها 4 على 6 دي في حاله الامبيريكال كورد. طب اشمعنى؟ يعني عشان خاطر الامبيريكال كورد بتبقى الخلايا بتاعتها مور بلوري بوتنت وليس اميونوجينيك. كده ماتشد ريليتد، ماتشد ان ريليتد، امبيريكال كورد، لغايه لما ظهرت الساحه الجديده بتاعت الهابلو ايدنتيكال. فكره الهابلو ايدنتيكال انك بتستخدم ماتشنج بيبقى يعني اتليست 3 على 6 ماتشنج، هم اتش ال اي برضه اي والبي والدي ار. وده ممكن تستخدمه فروم سيبلينج حد من الاخوات، او ممكن تستخدمه فروم الفاذر او المذر، او ممكن تستخدمه فروم السانز اند دوتشرز. ليه؟ لان احنا بنضمن طبعا بالذات من الاب والام، انت بتورث نص المعلومات الجينيه بتاعت الاب ونص المعلومات الجينيه بتاعت الام نفسها. اوكي فانت مع الاب هابل ايدنتيكال، مع الام هابل ايدنتيكال، بتورث لاولادك برضو نفس الكلام نص المعلومات الوراثيه بتاعتك. فانت الاب السانز او الدوترز برضو بيبقوا هابل ايدنتيكال، برضو بترجع لها امتى؟ لو انت ما عندكش حد من الاخوات فولي ماتشد. اوكي ما عندكش حد من الاخوات فولي ماتشد، ساعتها بدور في الهابل ايدنتيكال. وميزتها ان انت زي ما اتكلم كمان شويه كده وسعت لك الفئه اللي ممكن تكون possible donor for stem cell transplantation. ونفس الكلام ان هو time consuming انك for search for the donor. خلاص انت مش محتاجه بقى، اكيد اكيد حد من اللي محتاج زرع هتلاقي عنده حد من الاخوات على الاقل خالص 50% matching، او اب او ام او ابن او ابنه يقدر نقدر نشوف الماتشنج ما بينه. اوكي يبقى ده بالنسبه للدونر سورس. يبقى اتكلمنا عن الترانسبلانت موداليتي نفسها اوتولوجس والوجينيك وسينجينيك كده على الاستحياء، وعلى حسب الدونر الى ماتشد ريليتد. طيب مش موجود ادور بقى في الاذر اوبشنز اللي هي ماتشد ان ريليتد او هابلو ايدنتيكال او امبيريكال كود. على حسب الستيم سيل سورس احنا ممكن طبعا يبقى السورس بتاعت الستيم سيلز فروم بريفرال بلاد او فروم بون مير. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم طبعا انه الستيم سيلز يوجوالي فين؟ هي ريزايد ان ذا بون مير، موجوده جوه البون مير. خلاص فكانت برضو الاول تكنيكس انك بتستخدم ستيم سيلز كولكتد فروم ذا بون مير، عشان خاطر تكولكت فروم ذا بون مير لازم عندك في او ار في اوضه عمليات ويدخل اتنين دكاتره كل واحد بقى يدخل بقى فروم البوستيريور ايليك سباين، يقعد هنا ياخد حقن في كل مره ياخد سرنجه، ياخد سرنجه 10 سنتي عشان خاطر تجمع في الاخر لتر او لتر ونص. فالعيان بيتشكى حوالي مثلا متوسط من 40 ل 50 شكه، طبعا لازم اندر جي اي، طبعا مفيش حد صاحي طبيعي يستحمل الانستيزيا دي. وزي ما قلت لكم بيبقى يوجوال الفوليوم اللي بتجمعها حوالي تقريبا لتر من الستام سيلز اللي موجوده. اوكي لغايه لما ظهر تكنيك جديد ان احنا بقى لا ممكن ناخد الستام سيلز فروم بريفرال بلاد. فروم بريفرال بلاد يعني ازق الستام سيلز فروم ذا بون مارو اوصلها في بريفرال بلاد، وبعد كده اكولكت فروم بريفرال بلاد ثرو الافريسيز بروسيجر. الافريسيز بروسيجر يعني يقعد على جلسه كده على جهاز زي جهاز الغسيل الكلوي او جهاز التبرع بالبليتلتس، يقعد بيسلكت الستام سيلز ويبدا يجمع. الفكره الكولكشن فروم ذا بون مارو مش محتاج ستام سيل موبيلايزيشن، مش محتاج ان انا انقل الستام سيلز فروم ذا بون مارو تو ذا بريفرال بلاد. اوكي لكن لو كولكت فروم ذا بريفرال بلاد محتاج موبيلايزنج ايجنت، محتاج ستيم سيل موبيلايزيشن. والستيم سيل موبيلايزيشن ده ممكن يتعمل من خلال
الجي سي اف اللي هي الكيموكاين بيزد يعني، او اللي يعتبر السام اللي هو النيبوجين، باستخدام النيبوجين يعني، او باستخدام الكيموثيرابي، او استخدم الاثنين مع بعض، او باستخدام موبلايزنج ايجنت بقى، وده برضه حاجه جديده اللي هو زي الموزوبيل. وده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها كيموكاين ريسبتور انهبيتور، بينهبت السي اكس 4 المسؤول عن الاتاتشمنت اوف ذا ستام سيل للبون مارو نيش، وبالتالي يقدر يعمل ريليز للستام سيلز جوه من البون مارو الى البريفرال بلاد. يعني فكر بس، انا مش خاطر تنقل من البريفرال بلاد محتاج موبلايزيشن، موبلايزيشن دوت ممكن تكون باستخدام جروث فاكتور بلس اور ماينس كيموثيرابي، او باستخدام طبعا موبيلايزنج ايجنت. يمكن برضه الكاركترستكس بتاعت البريفرال بلاد ستام سيلز انها تبقى فاستر انجرافتمنت، ولكنها بتزود ريسك فور كرونيك جي في اتش دي. فاستر انجرافتمنت يعني بتؤدي الانجرافتمنت بيريود بتبقى اقل تقريبا متوسط حوالي من 4 ايام لخمس ايام عن بومر ستام سيل، لكن مشكلة طبعا هو ان بيزود ريسك فور كرونيك جي في اتش دي. لقوا ان ريسك فور جي في اتش دي او كرونيك جي في اتش دي بالتحديد اعلى في حالات البريفرال بلاد ستام سيل عن البومر ستام سيل. البومر ستام سيل زي ما قلت لكم سلوور انجرافتمنت بحوالي زي ما قلت لكم 4 لـ 5 ايام، يعني تقريبا الانجرافتمنت بتاعت البريفرال بلاد ستام سيل بيبقى حوالي 14 يوم 17 يوم، الانجرافت بتاع البوم مارو ممكن من يندرج ممكن يوصل لغايه 21 يوم. لكنها اقل انسنس فور جي في اتش دي، كرونيك جي في اتش دي، عشان كده هي بريفيرد في النون مالجننت ترانسبلانتيشن، يعني بالذات ان هم فور ابلاستيك انيميا، هتزرع حد عنده ابلاستيك انيميا او حد عنده سيكل سيل انيميا وعايز تزرعه، يفضل انك تاخد السورس اوف ستام سيلز بتاعتك البون مارو مش بريفر بلاد، عشان خاطر انت هنا مش محتاج جرافت فيرسز لوكيميا افكت في حاجه، انت عايز تقلل ريسك فور كرونيك جي في اتش دي، فيفضل ان السورس اوف ستام سيلز تبقى عن طريق البون. يبقى اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ترانسبلانت موداليتي، وبعدين اتكلمنا عن التايبس اوف ذا دونر والدونر سورس نفسه، وبعد كده على ستيم سيل سورس. اخر حاجه خالص بس هتكلم فيها، ودي حاجه متعلقه اكتر بالتكنيك بتاع الترانسبلانتيشن نفسه، وهو ان انت بتقسم الترانسبلانتيشن الى مايلو ابليتيف ونون مايلو ابليتيف وريك. في عندنا 3 تايبس، مايلو ابليتيف كونديشننج، نون مايلو ابليتيف كونديشننج، وريك. اولا بالنسبه للمايلو ابليتيف كونديشن ريجمنت، معناه ايه؟ يعني كلمه مايلو ابليتيف يعني بعمل ابليشن او بعمل مسح للبون مارو، اوكي؟ والفكره هنا بتستخدم هايلي توكسيك او هايلي مايلو توكسيك كيموثيرابي عشان خاطر تو ديستروي الاول سيلز الموجوده في البون مارو، سواء كانت الكانسر سيل او نورمال اميون سيلز، خلاص؟ ف الفكره هنا انك تعمل كومبليت ديستراكشن للبون مارو، وهذا الديستراكشن هي irreversible destruction unless انك لازم الشخص دوت ياخد هيماتوبيتك ستام سيل ريسكيو. وده بنشوفه دايما في المالجنت اوردرز، سواء كان مثلا حاجات زي النمفوما ومايلوما تستخدم مايلو ابليتيف ريجيمنز، او في اللوكيميز الاكيوت لوكيميا زي الاي ام ال والاي ال ال او الام دي اس او المايلو فايبروز، بتستخدم فيهم يوجوالي بيستخدم فيهم مايلو ابليتيف كونديشننج ريجيمنت عشان خاطر تو ديستروي الاول سيلز الموجوده في البون مارو، ولازم الشخص دوت ياخد ستام سيل ريسكيو، سواء كان فروم سيلف اللي احنا بنسميه اوتولوجوس ستام سيل ترانسبلانتيشن، او فروم نون سيلف اللي بنسميها الوجينيك ستام سيل ترانسبلانتيشن. اكزامبلز ليها طبعا الهاي دوز كيموثيرابي زي مثلا بيوساي اللي بنشوفه في الاي ام ال ترانسبلانتيشن بروتوكول، او التي بي اي اندوكسان اللي بنشوفه في الاي ال ال preparative regimen او conditional regimen بتاع ال ال. برضو ممكن تشوف في البيم زي اللي بنشوفه في بتاعه اللمفوما او المايلوما conditioning regimen اللي هو بيستخدم بالفلان 200 ملغ بير متر سكوير على دي 1 ودي 2. فدي كلها بنسميها مايلو ابليتيف كونديشن ريجيم. في بقى كونسبت اسمه نون مايلو ابليتيف. نون مايلو ابليتيف بنستخدم بيس توكسيك كيموثيرابي، هذا النون توكسيك بيعمل بومر سبريشن بس البومر سبريشن ده كان بي ريفرسبل. وهنا الفرق ما بين المايلو ابليتيف والنون مايلو ابليتيف ان المايلو ابليتيف ريفرسبل ديستركشن في البومر، اما النون مايلو ابليتيف بيعمل ريفرسبل ديستركشن في البومر. ويمكن هو less commonly used، يمكن تقدر تستخدم اكتر في الترانسبلانتيشن انديكيشن محتاج فيها الجينيك ستام سيل ترانسبلانتيشن فور immunologic disorders، يعني الاطفال مثلا هم عندهم some immunologic disorders زي الناس عندهم immune deficiency، انت هنا مش محتاج اصلا تستخدم كيموثيرابي تو ابليت الاميون سيستم اكتر ما هو اصلا عنده immune deficiency يعني. فمثلا حاجات زي ايه؟ زي الفلوساي ريجيمين، وغير الفلودرابين بيبقى بلو دوز، او التي بي اي فيري لو دوز زي ما احنا شايفين اقل من 2 جراي، اوكي؟
في بقى ما بين البنين حاجه اسمها ريك او ريديوسد انتنسيتي كونديشننج ريجيمين. فكرتها هنا ده هو بانترميديت انتنسيتي بتوين المايل ابليتيف والنون مايل ابليتيف. يعني المايل ابليتيف بيعمل كومبليت ديستركشن في بون مارو بي ريفرسبل، النون مايل ابليتيف بيعمل مايل ديستركشن وكان بي ريفرسبل، اما هنا بيعمل مودريت ديستركشن وبرضه ان يعني ما هوش كومبليتلي ريفرسبل، بس طبعا هيحتاج تايم كبير كبير قوي لو انت سبته لوحده عشان تقدر تو ريكفر. لازم برضو اديله سامسال سورس من اشهر الريجيمز الموجوده هنا زي البيوساي اللي هو البيوسلفان اقل من 8 مللي جرام بير كي جي، او الميلفالان اللي هو اقل من 140 مللي جرام بير متر سكوير. خلي بالكم الميلفالان 200 مللي جرام بير متر سكوير ده يعتبر مايلو توكسيك او مايلو ابليتيف، اما الميلفالان اقل من 140 مللي جرام بير متر سكوير بيبقى نون مايلو بيبقى ريك. فكره الريك هي برضو نشات عشان خاطر من الكونسيبت بتاع الجرافت فيرسس لوكيميا. اللي هو زي ما قلت لكم انت عايز تو ماكسمايز البنفيت نفسك، ان انت عايز اميون سيستم يقدر ياتاك الكانسر سيل نفسها وقلل الريسكس بتاعت او كومبليكيشنز اللي هي جي في اتش دي، بالذات الاكيوت جي في اتش دي اللي هي كان جزء فيها من الباثوجينيسيس بتاعها بيعتمد على لما تستخدم كيموثيرابي. بيبقى مايلو ابليتيف كيموثيرابي بيدوز عالي قوي، بيعمل تيش ديستركشن، فبيعمل بيسهل التعرف ما بين التيشوز اللي حصل لها ديستركشن بقت تطلع انتجنز. الاميون سيستم اللي انت زرعته جديد دوت او السيم سيستم اللي زرعته جديد قوي تقدر تلاقي الانتجنز اللي موجوده دي في الانفلاماتوري بروسيس اللي موجوده، فتقدر تاكتيفيت التي سيلز اجينست ويحصل اكيوت جي في اتش دي. عشان كده دايما اكيوت جي في اتش دي مرتبط بالانتنسيتي اوف كيموثيرابي، الكرونيك جي في اتش دي مرتبط اكتر بالديجري اوف ديسباريتي بتاعت الاتش ال اي زي ما بيسموها اتش ال اي disparity او even كمان الماينور histocompatibility disparity اللي موجوده. المهم عليها احنا بنتكلم زي ما قلت لكم في الكونديشن ريجيمز الموجوده، في عندنا 3 تايمز مايلو ابليتيف وريديوسد انتنسيتي نون مايلو ابليتيف. المايلو ابليتيف زي ما قلت لكم بيستخدم هاي دوز من الكيموثيرابي زي البيو ساي والتي بي اي ساي اللي هو بتاع الام ال وبتاع الاي ال ال. النون مايلو ابليتيف بيستخدم لو دوز من الكيموثيرابي او من الريثيرابي بيستخدم تي بي اي اقل من 2 جراي، او ممكن تستخدم الاي تي جي مثلا ده مجرد بس مجرد امينو ابليشن، او الفلو ساي البلو فلو او الميلفلام زي ما قلت لكم بدوز اقل من 200 ملغ بير متر سكوير، ده طبعا من الحاجات اللي هي ريديوسد انتنسيتي. وميزه الريديوسد انتنسيتي انها بتالاو جرافت فيرسس لوكيميا وبتقلل ريسك فور جي في اتش دي. طيب احنا كده خلصنا يعتبر الجزء الاولاني من المحاضره الاولى اللي اتكلمنا فيها اول حاجه عن الترانسبلانتيشن هيمينولوجي نفسه، وبعدين اتكلمت عن بري ترانسبلانت اسسمنت، بعد كده اتكلمنا عن التايمز اوف هيماتوبيتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. فاضل لنا جزئين في المحاضره الاولى هنتكلم فيهم عن جزء مهم قوي indications of hematopoietic stem cell transplantation، وده بيجي دايما سؤال. السؤال ممكن يقول لك indications for allo او auto، او ممكن يجيب لك indication for specific disease، يعني الانديكيشن فور هيماتوبيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن ان اكيوت مايلويد لوكيميا، ان اي ال ال، ان هودجك لينفوما، ان نون هودجك لينفوما، وهكذا. فعشان كده ده جزء من الاسئله المهمه قوي. في الاخر نتكلم عن كام سلايد كده عن الهب ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. ناخد بريك كده دقيقتين ثلاثه وبعد كده تو ريزيوم المحاضره الاولانيه بتاعتنا.